أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافا تحت عنوان القوى الناعمة لمصر، أين كنا وكيف أصبحنا، وذلك بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة براند فاينانس لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداء في مؤشر القوى الناعمة. وذكر التقرير أن مصر حققت تقدما في المؤشر العالمي للقوى الناعمة لعام 2022 بزيادة تقدر ب 3.3 نقاط مقارنة بعام 2021، حيث احتلت المركز 31 في عام 2022 مقابل احتلالها المركز 34 في عام 2021.